اوكي، ويانا مهر الجنيبي من جامعة الامارات، تدرس اعلام. اول سؤال، شو رايك بجو المنتدى هذا السنة؟ انا جو المنتدى ككوني انا مشاركة اصلا، نعم، متحدثة في ورشة عمل طلابية اسمها الشباب العربي، انا اوان ربيعهم الاعلامي. بالعكس استفدت اشياء كثيرة، منها كيف علاقة الشباب في الاعلام الجديد، نعم، وكيف اطلق الاعلام الجديد على الاعلام التقليدي. وحضرتي أي من الندوات أو المحاضرة؟ طبعاً حضرت كذا جلسة، منها جلسة الأستاذ فاروق الباز، وكانت يعني تكلم بشكل واقعي بكل شفافية، أنا شجع طبعاً عليها. وشو رأيك بالاختيار السبيكرز هالسنة والكاكون الشهد المحدد؟ أنا والله ما أقدر أقول لك رأيي، بس أنا اللي سمعت الآراء طبعاً قالوا بالعكس هالسنة ناجح المنتدى الإعلام العربي، وسألت عن ورشتنا بشكل خاص قالوا بالعكس ناجحة أكثر من السنة اللي طافت. وأنتي كم من سنة كنت حاضرة هالمنتدى؟ أنا بصراحة هي أول سنة أحضرها، وإن شاء الله تابعتها أنا ذيك السنة، بس طبعاً لأني أنا متحدثة في هالمرة. إن شاء الله مباخر مرة. شكراً.